مثل الكل مشاهدينا، مثل كل البيوت وكل الشركات، هذه السنة حقيقة بالنسبة لنا كانت صعبة، لكن تخللها لحظات مؤثرة مستحيل احنا ننساها، وحبينا نسترجعها معاكم بهذا الاسترجاع مع الزميلة الاسترجاع لين أبو شعر. تفضل نسترجع. يلا دقايق اللي بتفصلنا عن الهواء كل يوم، البعض بيستغلها مع الموبايل اللي بيختفي لمدة ساعتين، ما فينا ننكر إنه صعبة، والبعض الآخر بيحاول شحن نفسه بطاقة إيجابية، بس الأكيد الأكيد إنه كلهم بيصبحوا عليكم بابتسامة عريضة. إلا بعيد الأم يلي شفنا فيه دموع سارة بعد هالمفاجأة من والدتها. سارة لما تحس إني أنا متضايقة ولا تعبانة على طول تجيب ملك وتجيني، إنها تعرف إنه ملك الوحيدة اللي تغير لي حياتي. وببداية العام كمان رحبنا بانضمام الزميل العزيز خليل الفهد بدبي. سعيدين صراحة بوجودك. أول شيء صباح الورد لك سارة وكافة الزملاء والزميلات، وصباح الخير للمشاهدين. بعز الكورونا كنا عم نشتغل بأصعب الظروف، واجهتنا تحديات كبيرة، وبنفس الوقت هالأزمة غيرت من مواضيعنا، فاستضفنا مثلا بإحدى المرات كابتن طيار ليخبرنا عن عودة الطيران تدريجيا، وكانت غادة عم بتحاوره من جدة. فيها ناس موجودين والحمد لله، يعني شعور جدا كان صراحة جميل. وكانت كل عمرة دايما لما من بهالفترة اللي بعرفها فيها بتقول عم دور على الشريك الصح، فأنا بدي أقول لك إنه أنت عندك كتير حب وبتستاهلي كل هذا الحب، وألف ألف 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 مبروك. لحظة لحظة، هلا لمين عم بتبارك الشيف هلا؟ ليش شوفي؟ وأفرح قلب أم محققة حلوة عدلت مزاج الكل، وأحلى خبرية عروسة 2020 غادة، واحذروا من العريس ضيفنا العزيز الكابتن سمح، وهيك صار عندنا مناسبة حلوة كتير هالسنة. وببساطة نؤمن بقدرة شبابنا. المناسبات ما وقفت هون، كمان احتفلنا بتخرج طلاب جامعة ما سمحت لهم الظروف أنه يتخرجوا مثل طلاب السنين الباقية. بدأنا أول خطوة بمشوار مستقبلنا. هاني بيك، هابي بيرثدي، فيري فيري هابي بيرثدي، ان شاء الله بنلتقى قريبا ونطبخ سوا. اما عيد ميلاد هاني كان مميز كثير، ومن قدك يا هاني وكل النجوم عم بيعيدوا هابي بيرثدي تو يو. ولا هيك يعني انت بالله تتوقع حتجيب لك شيء سعيد يعني؟ شكرا يوسف. ولانه نحن عائله واحده كان لازم نشارك مشاعرنا مع الجمهور بيوم الاب، وكانت فرصه لتقدير دور الاب الكبير بحياتنا. كان يوم جدا مؤثر ولا ينسى. امنت فيه وباحلامي، وعلى كلمه الحق ربيتني ادافع. بابا انت المثال والسند. الدنيا بعيد عنك اصعب، ولو بايدي ما بضيع ثانيه بعيد. صدقوني اصعب جمله مرت علي هي العمر إليك. ويوم مميز ما فينا ننساه هو يوم انطلاقة صباح الخير يا عرب من استوديو الرياض بشكل رسمي، ولو تعرفوا بس كمية التعب والجهد اللي سبقتها اليوم. صباح الرضا والنور والنوير عليكم جميعا، هاني وسارة وهدى وهلا وجميع فريق صباح الخير يا عرب، على كل أحد قاعد يتابعنا اليوم. ليه كان التعب مضاعف؟ لأنه كل هاد صار خلال جائحة كورونا، صار كوفيد 19 جزء من صباحنا، وكان من واجبنا نوصل لكم المعلومة الصح ونأكد على أهمية اتخاذ كافة الاحتياطات بدون ما نسبب لكم الهلع والخوف. حنجاوب على كل أسئلتكم وتساؤلاتكم يلي بتدور في بالكم عن الفيروس المتحور. أسود صح، الإجابة صحيحة. بس على فكرة ما تشوفونا هيك جديين أحياناً، نحن كمان منحب نلعب ونتسلى خصوصاً قبل الويكند، لنرجع لكم يوم الأحد بطاقة حلوة، ونقلكم صباح الخير يا عرب، صباح سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والأمل. يا الله خلاص الوقت. شكرا للين، حقيقة رائع يعني هذا التقرير. سنة عدت يعني بلحظات كان فيها خلينا نقول عمل وشغل، وحقيقة احنا يعني دائما هذا يعني نتعلمه من مدرسة ام بي سي، كل ما زادت الأزمات كل ما زاد شغلنا، كل ما زاد تعلقنا بعملنا اكثر.